أنا لي سنوات الآن سواء في قطر ولا قبلها ما أذكر سنة من السنين مر برمضان وأنا أجلس وأراجع الجزء الذي أصلي به بالليل. لا 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 أبدا، حاشا لله، لا يمكن أفكر في هذا الموضوع. لا، أنا أدخل في الصلاة على طول والحمد لله، القرآن شليش على لساني. ليش؟ لما سبق من هذين الأمرين، الأمر الأول حب القرآن، الأمر الثاني الجد والاجتهاد في الليل والنهار والصباح والمساء.